شوية يا دكتور، ما حدش يتعاود في الحكاية هذية في البلات ويت كول نتاع العالم. والله لا يسمح لك. والله فتحتوني إليها غصن عنك. والله برقية. والله بدون منحة بطبقة تحداك وأراهنك. هاو اللي في جيبك. هاو التحريض عن فكرة. هاو اللي في جيبك. هاو رجع التحريض. رهان. رهان. 40 دينار في جيبي. ونفذ فتوى من المفتي أنه يجوز الرهان أراهنك. أن الحكومة مش بالقوة، الحكومة لن تجد ملاذا رغم كلام الجمال الليلة إلا أن تطبق منحة البطالة وتزيد الضرائب على أغنياء. ها ورهان هتم عندنا سليش سليش سيد دعاء بحلوة كلمة بركة في عبد الله. أنا أعتقد